كام وعدت لنا بهذا التقرير الموسع إنجاز التعبير. نشوف لنتابع. يسعد صباحكم مشاهدينا ويسعد صباحكم زملائي. اليوم بنطل عليكم من قصر تم تحويله لمطعم البيت الفلسطيني المعمر، ممكن نحكي اسمه النورج. رح نتعرف شو سبب هالاسم او معنى هالاسم. بتميز بانه بيحافظ على الطابع الفلسطيني والهويه الفلسطينيه. رح نقوم احنا وياكم بجوله فيه ونتعرف على مقتنياته. خليكم معنا. مشاهدين أكثر معكم عن هذا البيت الفلسطيني المعمر اللي هو بيحمل الطابع والتراث الفلسطيني. بسعدني أرحب بالأستاذ معروف الرفاعي صاحب فكرة هذا المشروع أو هذا القصر اللي تم تحويله لمطعم بيحمل الطابع الفلسطيني والتراث الفلسطيني. يسعد صباحك أستاذ معروف. يسعد صباحك صباح الإخوة المشاهدين. أولا نتعرف أستاذ على موضوع الاسم البيت الفلسطيني المعمر اللي هو النورج. ما معنى الاسم؟ النورج باللغة الفلاحين هو لوح الحصى، لوح الدراس اللي كانوا يستخدموه الفلاحين أيام الموسم البيدر والحصاد، كانوا يدرسوا عليه القمح. كانوا في عندي نموذج إله بورجيكم يا بعد شوي، كانوا يربطوه في حيوان حمار أو بغل أو حتى البقر ويدرسوا القمح عليه، فكان يفصل الحب عن السبل يعني. فمن هذا المنطلق احنا سميناه النورج حتى يدل على انه المكان بيحافظ على البيدر الفلسطيني، وبنستخدم احنا في المكان كمان المواد الأولية اللي هي منتجة من البيدر الفلسطيني. تحدثنا عن الفكرة. هو مشروع، هو قصر فلسطيني قديم تم تحويله لمطعم، يعني هو جميل. هيدا رح نشوف احنا والمشاهدين بانه طابعه تراث فلسطيني قديم، حتى في ادوات قديمة، كله طابع فلسطيني فلسطيني من توارثه. تحدثنا عن الفكرة، كيف بلشت الفكرة، كيف تم تحويله، حدثنا إحنا والمشاهدين نتعرف. هذا المكان مبني في 1800 تقريبا، الطابق الأول. الطابق الثاني مبني عام 1895، هو ملك لإحدى عائلات بيرزيت العريقة، قاموا يعني تقديمه لبلدية بيرزيت حتى يتم إدارته من خلال البلدية، وإحنا استأجرناه من البلدية. المكان زي ما أنت شايفة مكان يعني هو كان يعتبر قصر من القصور القديمة، وكان يسكنوا يعني الأغنياء الشعب الفلسطيني، لأنه في برضو نماذج بيوت يعني أصغر وأقل تكلفة، لكن هذا البيت بالحجم وبالمساحة اللي احنا شايفينها يعني كان يعتبر من القصور التي يسكنها أغنياء الشعب الفلسطيني. احنا جينا شفنا المكان، حتى أنا كنت بدي أستأجره بشكل شخصي، بعدين لما شفنا المكان وشفنا طبيعته يعني حولنا الفكرة إلى أنه نستغله لترسيخ التراث الشعب الفلسطيني في هذا المكان الأثري اللي عمره يزيد عن 200 سنة. وإحنا كنا الشباب اللي يعني اللي شركاء معي في هذا المشروع، كان عندنا حملة اسمها حملة حراس البيدر للحفاظ على المنتج الفلسطيني ودعم المنتج الوطني ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية وخاصة المنتجات المستوطنات. فبالتالي وجدنا أنه هذا المكان ممكن يعني يبلور الفكرة والمبادئ اللي إحنا كنا شغالين فيها في حملة حراس البيدر. لذلك تصليح هذا المكان وترميمه بحد ذاته هو حفاظ على الموروث الفلسطيني وحفاظ على البيئة الفلسطينية. يعني هناك أماكن كثيرة في فلسطين وفي عدة محافظات خاصة في رام الله بيوت زي هذه مهجورة تترك بدون الفائدة منها، وفي بعضها للأسف يعني يتم تجريفه وبناء مكانه وبنايات وعمارات. فكان الهدف الرئيسي ان احنا نحيي هذا المكان ونعمره بما يخدم ابناء شعبنا الفلسطيني من تشغيل ايدي عاملة ومن استخدام منتجات أولية فلسطينية. نتحدث اولا عن مقتنيات هذا المكان او هذا المطعم او هذا القصر، يعني حتى كلمة مطعم ممكن نحسها انها يعني مع هيك مقتنيات وهيك جمالية وطابع وتراث فلسطيني انه هو فعلا قصر. تحدثنا عن هذه المقتنيات، زي ما احنا شايفين كلها اشياء قديمة، بنحس بنرجع لزمن كتير لورا، فحدثنا. صراحة يعني تأثيث المكان واشغاله بهاي الادوات اللي انت شايفتيها اخذ منا وقت كبير، لانه هذا المكان بتاريخه القديم وبعمره الكبير وب
رمزيته لأبناء شعبنا الفلسطيني، كان لابد من أن نجد إحنا أثاث ونجد أدوات تشغل هذا المكان تناسب هذا التاريخ العريق. فبالتالي بدأنا بالبحث في كل محافظات الضفة عن أثاث قديم، شيء استخدمناه كما هو، وفي بعض الأدوات عملنا لها ترميم وعملنا لها تنجيد. حاولنا أن يكون الطابع كله طابع تراثي، طابع أنتيك، طابع أدوات موجودة في المكان تستخدم في حياة أبناء شعب فلسطين، يعني بشكل كانت تستخدم في الماضي وما زالت تستخدم. في منها أدوات للأكل، وفي أدوات للبيدر، وفي أدوات للحراثة، وفي أدوات للزراعة، وفي منتجات يدوية. وأيضا احنا مفكرين كمان إن شاء الله في المستقبل في الطابق الثاني راح يكون في مشغولات يدوية ومطرزات، يعني كل شيء يتعلق بالتراث الفلسطيني راح يكون في هذا المكان، يعني كل ما يخص التراث الفلسطيني موجود هون. نتحدث عن الواجبات اللي بتم تقديمها، يعني هو بيت فلسطيني معمر، هو بيت قديم طابعه قديم وبيحمل التراث الفلسطيني القديم، ما هي الواجبات اللي بتم تقديمها؟ هل أيضا كمان لها علاقة بالمكان ولا كيف؟ قلت لك انه الفكره اتت من حمله حراس البيدر وهي دعم المنتج الوطني، وبالتالي وجدنا انه اقامه فرن على الحطب في هذا المكان راح يحقق لنا هذه الفكره، لانه راح نستخدم فيها كل المنتجات الوطنيه اللي يتم انتاجها عند الفلاح الفلسطيني وعند المزارع الفلسطيني وعند ست البيت وربه الاسره والعائلات الفقيره وحتى التجمعات النسائيه او الجمعيات النسائيه. فبالتالي اقامه هذا الفرن اللي هو فرن على الحطب نستطيع انه نقدم وجبات فلسطينيه تراثية، وأنت تعلمين أن الاحتلال والصهاينة بدأوا يسرقون وجباتنا، يعني بدأوا يسرقوا وجبات الحمص والمسخن والفلافل وإلى آخره. فبالتالي هذه نقطة كمان للحفاظ على الموروث الفلسطيني الشعبي من ناحية الأكل. نحن نقدم هنا مثلا المسخن، نقدم الخرفان المحشية، نقدم الصواني بأنواعها، ونقدم كل ما يعني يسمى أكل فلسطيني تراثي وما زلنا محافظين عليه. زي ما احنا شايفين كمان انه في ادوات مختلفه لحرف مختلفه، هي حرف ممكن نحكي انها قديمه وكانت موجوده عند الفلاح الفلسطيني بتاريخ الفلاح الفلسطيني او نحكي المواطن الفلسطيني. تحدثنا عن هاي الادوات والحرف والهدف منها انها تكون موجوده، كمان هي ايضا ترسيخ لثقافه نحكي تاريخنا وماضينا ايضا للجيل، يعني الجديد اللي ما شاف هاي او ما عاش هاي الظروف وهاي الحرف. بصراحة هو عملية الحصول على هاي الأدوات كانت عملية شاقة، يعني تعرفي أول شيء ثمنها غالي وثانيا وجودها نادر، فبالتالي إحنا كل ما وقع إيدنا عليه وكنا قادرين على أننا نحصل عليه جبناه. يعني عندنا مثلا صندوق العروس اللي كانت الست هو غرفة النوم بالنسبة للعروس زمان، كانت تحط فيه أدواتها وتطلع على بيت زوجها، موجود عندنا كراسي وكنبات عمرها فوق 200 سنة جبناها من محلات اللي بيبيعوا الأدوات المستعملة وجددناها ورممناها وحطناها في المكان. عندنا أدوات زراعية، لوح الدراس والنير والمشغولات اليدوية، عندنا السلم اللي كانوا يستخدموه في الحصاد، في عندنا في الداخل مشغولات نحاسية، زمان ما كانت عندهم الأدوات إلا الألمنيوم والنحاس، فبالتالي راح تلاقي في المكان والخشب طبعا راح تلاقي المكان كله مشغول خشب ونحاس وألمنيوم، هذا اللي كان موجود. حتى المكتبة اللي عملناها في الداخل في مكتبة فيها أكثر من 2000 كتاب، لأنه إحنا كمان حريصين على إنه الزائر هذا المكان يكون عنده اطلاع على الثقافات اللي عندنا، يعني فيها كتب فلسطينية وعربية ودولية بتخص القضية الفلسطينية بتخص الشعب الفلسطيني. حتى المكتبة اللي صممناها داخل هذا الصالون كنا حريصين على إنه لونها يكون لون القديم اللي كانوا يستخدموه آبائنا وأجدادنا. عندنا سلال اللي كان يستخدمها الفلاح في حصل في جمع المحصول من التين ومن العنب، سلال قديمة موجودة. عندنا الصواني الكش اللي كانوا يستخدموها جداتنا زمان للخبز ولتقديم الأكل كله موجود، بس هذا كمان أخذ جهد كبير وأخذ يعني وقت كبير في عملية الجمع، لأنه في ناس عندها هاي الأدوات بس ما بتقدر تستغني عنها، واللي موجودة عنده هاي الأدوات بطلب فيها سعر كبير. يعني الماضي الفلسطيني الجميل كله موجود بهذا المكان. الأستاذ معروف الرفاعي صاحب فكرة المشروع نحكي البيت المعمر الفلسطيني، نتمنى كل التوفيق لكم. يسعد صباحك أستاذ. يسعد صباحك، شكرا لكم، أهلا فيكم تلفزيون فلسطين وفي كل المشاهدين. وهيك مشاهدينا بنكون وصلنا لختام جولتنا اللي رح أو قمنا فيها إحنا وياكم بهالمكان أو القصر اللي تم تحويله لمطعم بحمل الطابع الفلسطيني، التراث الفلسطيني، الماضي الفلسطيني بكافة الوجبات زي ما إحنا شفنا إحنا وياكم، والأدوات وحتى الحرف. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا ويسعد صباحكم.